أصحابنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا شكرا شكرا. مساء الخير. إذن عمو يزيد سعيد جدا أن يكون معكم في هذه المدينة الجميلة وهذه الأطفال الأجمل. يا أطفال، شكون يحب المدرسة؟ على بالكم عمو يزيد واش يقول في الأغنية؟ يقول فيها مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. كمل معايا مدرستي مدرستي، يلا كم أحب مدرستي كمل. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. لا لا لا.
فيها مع إخواني، أمضي إليها بتفاني، ألعب وأمرح بأماني. هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي، أدرس فيها مع إخواني، أمضي إليها بتفاني، ألعب وأمرح بأماني. هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي، ما أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. مدرستي مدرستي، كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أجد بها دوما يتي، هي كنز معرفتي، فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. شكرا شكرا شكرا. هي قصري ومملكتي، مدرستي، أمضي إليها في أمان وأمضي إليها بتفان كذلك. يا أطفال، عندي لكم مفاجأة اليوم. عمو يزيد جاب لكم سيدي لكل عائلة، سيدي لكل عائلة، ولكن نظرا للظروف التنظيمية ما حبيناش نعطوهم لكم هنا، حبيناكم تاخذوهم في مكان تكونوا مرتاحين. إذن ابتداء من غدوة إن شاء الله كل واحد يلتحق بمقر البلدية، رايحين نخلو لكم للسيدي تما في البلدية، ولكن من فضلكم للأمانة سيدي لكل عائلة باش يكفيهم. يا أخي كل عائلة تأخذ سيدي من مقر البلدية، كاع بلدية الدائرة مش غير بلدية كامل تسكنوا في الحمادية، كاين يسكنوا برا في البلدية الأخرى يعني، خلاص حتى البلدية الأخرى. يا أخي رئيس دائرة، خلاص رئيس دائرة راهو هنا، رايحين نخليه لكم سيدي لكل عائلة من فضلكم للأمانة. يا أخي ولا ما كفاوش نعاودوا نزيدوا لكم، هذه هدية من شركة رامي وعمو يزيد ودائرة الحمادية، مجمع الشروق الإعلامي، شركة كذلك شيبس مهبول، اللي راهم راعين هذه الجولة الفنية الموجهة للأطفال. إذن وش رأيكم دركا نطرح عليكم لغز؟ شكون اللي يعرف الآية تاع حب الوالدين وطاعة الوالدين كاملة؟ شكون اللي يعرفها كاملة؟ شوف شبه هذه بينجو، واسمك بنتي؟ لميس. أعطينا ريح ريح بنتي، أعطيني الآية تاع طاعة الوالدين كاملة. طاعتي لله. لا 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 لا، الآية القرآنية، الآية القرآنية. أعطي للشابة هذه اللي قدامها، وقفي بنتي، واسمك؟ سلسبيل. واسمك؟ سلسبيل. سلسبيل، أعطينا الآية كاملة بنتي. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهم جناح الذل من رحمة، وقل ربي ارحمهما
كما ربياني صغيرة. الله يبارك الله يبارك. هي قالت يبلغ، ولكن هي يبلغن. يا أخي نسمحوا لها، نسمحوا لها. خلاص تعالي بنتي أروح، معلش. إما يبلغن يا أخي. إذن على بالكم باللي طاعة الوالدين والبر بهما مهم جدا، يجب طاعة الوالدين. على بالكم لو كان برك فقط تخزر خزرة مش مليحة، يعني شوف برك في والديك شوفها مش مليحة، عبالكم مش يسرى، عرش الرحمن يتزعزع. إذن يا أحبائي طاعة الوالدين والبر بهما، لأن والديك ما يحبوا لك إلا الخير. أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وهذه الجولة الفنية يهدي لك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا، انا نحبكم بزاف ونحب نتابع قناه شروق تي في مع عمو يزيد، ونشكركم بزاف. هاي طول عمرك بنتي، حنا ثاني نشكروك، ربي يخليك ربي يخليك. اذا مشي هكذا قلت لكم على طاعه الوالدين، لانه عمو يزيد دلكم اغنيه نقول فيها نحبك يا امي ونحبك يا ابي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تغنوها معايا يلا. نحبك يا امي. نحبك ماما يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي.
إذن لا أقول لكما أف ولا أنهركما، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما. الوالدين أعز ما نملك، يحبون الخير، لازم طاعة الوالدين والبر بالوالدين يا أحبائي. يا أخي شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم الوطني للشرطة؟ اليوم الوطني للشرطة شكون اللي يعرفوا؟ عيد الشرطة كما يقولوا، عيد الشرطة. بينجو وراو بينجو، معلش عمو يزيد وراك هنا هنا يا. اوكي معلش الناس تعرفوك واش ما يزعفوش علينا تاني. شكون عند الاجابه؟ عيد الشرطه شكون اللي يعرفوا؟ لهيك 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 لهيك، شكون يعرف عيد الشرطه؟ تعرفوا؟ واسمك؟ ولي محمد. محمد وين تسكن محمد؟ في ولايه البرج. وين واش من بلديه؟ في البرج. في بلديه البرج يعني. خير ناس خير ناس خير ناس. وقتاش عيد الشرطه؟ 22 جويلية. تعال تعال تعال، شاطر شاطر شاطر. اذا عيد الشرطه يوم 22 جويلية. انتظروا في الشاطر اللي جاوبنا على السؤال باش نعطوا له الهديه تاعو. تعال تعال تعال. واسمك وليدي؟ عودنا. ولي محمد. محمد راك مليح؟ تقرا مليح محمد؟ كيفاش عرفت عيد الشرطه؟ كيفاش عرفتوا؟ رحت لعيد الشرطه احتفلتوا به؟ وقتاش؟ 22 جويلي. رحتوا العام اللي فات؟ واش درتوا نشاطات؟ واش درتوا نشاطات في عيد الشرطه العام اللي فات؟ والله ما شفيت. ما شفيتش؟ شفيت غير على عيد الشرطه. خلاص معليش وليدي معليش، اعطيني الهديه تاعو. اذا محمد شركه شيبس مهبول تهديك هذه الهديه المتواضعه، ان شاء الله ان شاء الله تستفاد بها. واش تقول لهم محمد؟ شكرا لكم. الله يخليك يطول عمرك. اذا شكرا محمد، شكرا وليدي. عمو يزيد دلكم اغنيه نقول فيها انا 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 شرطي والمرور كلي 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 بهجه وسرور. يلا تغنوا معايا كامل، انا شرطي والمرور كلي بهجه وسرور. يلا معايا. أنا شرطي والمرور كلي 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 بهجة وسرور. أنا شرطي والمرور كلي بهجة وسرور. أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور. أحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام. وحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور. أصون الأمانة
أحفظوا النظام وحاربوا الخيانة وأضمنوا الأمان. أصون الأمانة أحفظوا النظام وحاربوا الخيانة وأضمنوا الأمان. أنا شرطي المرور. كلي راقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور. كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور. أنا شرطي المرور. كلي بهجة وسرور. برافو 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 برافو. شكرا. كلي بهجة والسرور. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. والله مبادرة مشكورة وحسنة، يعني جميع سكان الحمادية ولا ولاية البرج يعني عجبتهم هذه المبادرة، خصوصا الأطفال متشوقين بزاف. باسمي الشخصي وباسم سكان دائرة الحمادية المعروفة بمنطقة ولاد خلوف، نرحبوا بالسيد عمو يزيد ونشكره على هذه الالتفاتة الطيبة، هذه الالتفاتة التي جاءت بعد موسم دراسي حافل بالنشاطات والمجهودات اللي راح ترفح شوية على الأولاد الصغار. إن شاء الله. مرحبا بكم. الله يسلمك. كان يشوف معك واحد الكتكوتة. واسمك بنتي؟ ريتاج. الله يبارك. شحال في عمرك ريتاج؟ 6 سنين. ريتاج تحبي عمو يزيد؟ إيه. تحبي بزاف ولا شوية؟ بزاف. والله غير نشكره بزاف، مبادرة ما شاء الله وربي يهنيه إن شاء الله، وهذه حاجة مليحة للدائرة نتاعنا وخاصة الأولاد نتاعنا. الأولاد نتاعنا يعني حاجة مليحة بزاف، يشوفوا غير في التلفزيون برك، اليوم راح يشوفوا على المباشر، حاجة ما شاء الله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يعني ولات مع العطلة تاع الربيع هذه الأولاد، يعني والله العظيم غير السولاجو تاع الصح. يعني كانت أول مرة داروا لنا مبادرة كيما هذه، لا بريفاك شفت المجتمع كيف هنا، كبار وصغار، هذه حتى الكبار ولاو تمناوها الكبار. أول مرة نشوفوا القاعات تملات نساء، عجايز، صغار، أولاد، الله يبارك ما شاء الله، ولاتنا مع الربيع. يعني والله تبارك الله في المسؤولين، تبارك الله في الشاب يزيد ما بخلناش، رغم أن هذا التنظيم نورمالمون كانت تكون أكثر وأكثر، التنظيم كان يكون ولائي، ولكن الضغط الكبير هذا اللي صار في العصر هذه جات بشارم يعني مع الاولاد الفوضى هذه، رغم ما كنت تتصور راك لابروف شفت كيف الضغط. ما كناش متوقعين هذا الاقتضاف كامل، يعني ما شاء الله الحمد لله، ما تكونش المره الاخيره وتكون ان شاء الله نعاودوها دائما ان شاء الله. بارك الله فيكم، كي تعبتوا معنا انتم ثاني. شكرا يا عمو يزيد. تحبوا عمو يزيد ولا لا؟ لا. بزاف ولا شويه؟ بزاف.